ومتابعينا ميسان بأجواء العيد، حيث بيستعد جميع الأطفال لاستقبال العيد، ولكن هل يكفي أنه يعيش الطفل فرحة العيد من خلال الثياب الجديدة والعيدية؟ وكيف فينا نعزز قيم العيد عند الأطفال والأبناء؟ وكيف فينا نستغل العيد وأفراح العيد لحتى نكرس مفهوم العطاء عند الطفل والتقرب من القرايبين وخاصة بيت الجد؟ رح نحكي أكثر ورح نتطرق للزينة أيضا بعيد الميلاد. بصرنا نرحب بالبداية مع الأخصائية التربوية ريما جحجح. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. أيضا رشا الشيك، حضرتك بتعملي أعمال يدوية بخصوص العيد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. رح نبلش مع حضرتك سيدة ريما. مثل ما ذكرت بالبداية ليا أنه كتير مهم أنه نحن نكرس مفهوم العيد عند الطفل، نعلمه أنه فعلا هذا الوقت له خصوصية، له شيء كتير مميز مختلف عن باقي الأيام يلي منعيشها بشكل عادي. كيف بنقدر نحن نكرس هذا المفهوم عند الطفل؟ هلا بداية هو العيد هو الفرح والحب. الطفل اللي دائما بانتظار هاي الفرحه وهي الابتسامه يخبي ثياب العيد ويقعد قبل بيومين بيكونوا مجهزون، فهي التفاصيل اللي نحن بنعلم اولادنا عليها هو اللي بيربى عليها. فشو يعني العيد؟ العيد هو جمعة العيله، هو الحب اللي نحن عم نعطيه لهذا الطفل، هو القرايبين، هو الزيارات، هو العلاقات الاجتماعيه اللي نحن بنغزى داخل الطفل. بس الطفل بيكون هو لبنه طيني، نحن بنشكلها بالطريقه اللي نحن يعني مناسب اللي بتناسبه، بس نحن بنضخ فيه هذا الحب الكم الهائل لانه هو مثل الاناء. فهو ما عنده هالهم، ما عنده هالتعب، ما عنده مثل نحن الكبار انه شو يعني انه في تراكم للعيد، في مسؤوليه، في ماديه، في اشياء بتضايق، هو الفرح كله ناطره بهذا اليوم. المهم نحن اللي بتنتظرنا نحن بالنسبه للطفل نحن نوضح له شو يعني العيد، العيد مو بس ثياب وعيديه اللي هو ناطره والعاب وينزل يجمع العيديه من تيتا وجده والقرايبين ونروح نشتري اللعبة اللي أنا كنت ناطرة لحتى أجيبها. في خطوات لازم نحن نتبعها مع الطفل لحتى نحسسه بهي بنظرة جواته القيم لحتى يحس بالآخرين. نعم. لحتى يحس بالأطفال، حتى يحس إنه شو يعني العيد اللي بيفرح الآخرين، مثل ما أنت فرحت لازم هالعيد يفرح غيرك. نعم. ست ريما، قبل ما نروح على إعادة تدوير يمكن زينة الشجرة وزينة العيد وكيف فينا نستثمر أي شيء موجود عندنا بالبيت، خلينا نحكي كمان كيف فينا نستثمر أطفالنا بإنه يحسوا بغيرهم. ظروف صعبة مرقت كثير على البلد، يمكن في أولاد كثيرة فقدت أهل، في اولاد كثير اهاليا ما بقدرتهم الاقتصاديه انه هن يمكن يجيبوا لهم اغراض او يعطوهم عيديه او يعيشوهم الاجواء. اليوم من نحن وصغار كيف فينا الام ان هي تربي الولد على العطاء، على المبادره؟ يعني يمكن بنبلشها من صحن غدا نوديه للجارة، يمكن نبلشها هيك بالحياة العادية. هذا مجتمعنا وهي بيئتنا، يعني المجتمع السوري معروف عنا عاداتنا وتقاليدنا، كيف نحن بنتشارك مع الآخرين. نحن صحيح مرينا بوقت طويل حرب وأزمة ووجع وتعب، أي منقول يا رب ترجع الأيام القديمة نعيشها نحن ونعيش أولادنا بنفس البيئة اللي كنا نحن عايشين فيها. بس نحن ما حسينا بهالوجع الكبير وأولادنا حسوا فيه، لأنه نحن المجتمع السوري مزروع فينا اللبني الحب، مزروع فينا جواتنا التعايش نحن مع بعض. معروف عنا أكثر بلد الحضاري اللي معروف إنه نحن كيف نتعايش بكل فئات المجتمع المختلفة بالديانية بالمعتقدات بأي شيء، كيف نتعايشين نحن مع بعض. فطبيعي نحن ندق على جارتنا، طبيعي نحن برمضان منصوم بيصوم معنا بقيت اللي عنده معتقدات دينية أخرى، من برمضان وقت بيأذن المغرب نحن بنسكب سكبي لجارنا اللي بيكون هو عم يجهز لعيد الكريسماس. فنحن معروف هذا الشهر هو شهر الأعياد والعطل،
كيف نعطي هذا المفهوم لهذا الطفل بين الصغر؟ هي الأم والأب هني الأساس اللي بيغرسوا، هي غرسة العطاء، هني اللي بيعلموا الطفل طبيعي. لما أنا بعطي مصروف لطفل وبقول إذا رفيقك مثلا نحتاج، أو مثلا نحن ممكن ناخذ من الإجي تبعتنا لما نحط فيها المصروف إنه نحن ناخذ منها هذا المبلغ، الماما تفهمنا إنه ليش لوين نحن نقدر نساعد، نحن ننزل نشتري هدية العيد. كثير حلو لما نحن نشتري هدية العيد نحن نفهم ابننا إنه نحن أنا بدي أشتري هدية تانية لطفل. نحن كمان بالنسبة للباس العيد معروف عنا مفهوم عند الأطفال إنه هو بده ينزل يشتري ثياب العيد مشان نحطه نحن قبل بيومين ويضل نايم ويفيق. نحن كلنا عشنا هاي المرحلة وأولادنا كمان عم يشوفوا نحن هذا العيد إنه هاي القطع الثياب اللي نحطها يشوفها الطفل بكره بدي البسهم، بكره بدي اروح اجيبهم. فانا بدي اغرز جوا طفلي العطاء. كيف انه احنا شو رايك احنا اشترينا كنزي وبنطلون، شو رايك؟ في اهالي اكيد ما عندهم مثلا ممكن انه القدره الماليه انه يجيبوا قطعه جديده، طب نحن في قطعه قديمه عند الطفل نحن هي ما عاد بدنا اياها، شو رايك ماما نحن نضبها بطريقه. لاحظي نحن لما بنعطي نعطي بخير، نعطي بحب، مو انه نحن والله ضبيناها هيك بكيس. طريقه الضب تلعب دور عند الطفل لأنه الطفل الصغير عنده دقة ملاحظة شديدة وانتباه. فالتفاصيل الصغيرة اللي نحن بنهتم فيها عندنا بالروضة كمان لازم يهتموا فيها بالبيت لأنه الطفل دقيق الملاحظة بهذا الموضوع. نعم، ومن التفاصيل الحلوة بأعياد الميلاد هي الزينة، هي اللي بتتشارك فيها كل الأسرة لتزيين المنزل عن جد فعلا، من الشجرة للباب، يعني بكل تفصيل من التفاصيل. معنا السيدة رشا وحضرت لنا اليوم كثير شغلات حلوة، كل أعمال يدوية صحيح. شغل حضرتك، خبرينا شوية شو محضرتي لنا وكيف بنقدر نعمل زينة حلوة نتشارك فيها مع أطفالنا بأقل التكاليف وبأحلى المظهر. ينعاد عليكم يا رب. مثل ما بنعرف كلنا انه حاليا ظروف البلد صعبه شوي والعالم مو قدرانه انه تجيب الشجره الكبيره بالتكاليف الكبيره، فعم نحاول قدر الامكان نعمل اشياء بسيطه تفرح الطفل ونشتغل نحن وياه، نتساعد نحن وياه، مثل انه نجيب قطعه خشب مثلا، عواد قرفه، شمع حتى عم نعمله بالبيت، فينا نعمله بقوالب نخلي الطفل يحفره باي اله بسيطه ما تاذيه، ممكن مثل اللي بايدك هي شمع دان خشب فصلنا تفصيل، قطع بلور فينا نرسم عليها يدوي اي شيء، ممكن الطفل يشارك فيها وهي على الطاوله يرسم اي شيء يعني يزين انه كانه عمل شجره يعني. في شجره صغيره كمان شجره من قاعده خشب، قطع بلور صغيره كمان ما فينا نخلي الطفل يشتغل فيها، بس نحن فينا نعملها لتزين سفرتنا مثلا بالميلاد وبراس السنه. معنا كمان الاناني يلي يمكن اناني اعاده تدوير، هي صحيح قناني فاضيه فينا نرسم نحن كمان يعني بالبيت، تعطي فرحه انه عم نشتغل نحن بايدنا عم نحضر شيء للبيت. اي تمام، ممكن نعبيه نبيت، ممكن نعبيه عصير، اي شيء يعني تعطي شكل حلو على الطاوله بالعيد. تمام. كمان هون ست ريما خلينا هيك نحن وعم نفرجي الغراض اليوم قديش بالجاردري. تماما، يعني قد ايه بالجاردري اليوم بنستخدم هيك قصص بتطلبوها من البيت بتقولي لهم جيبوها معكم ولا حسب بقى نظام الروضه؟ هلا انا معروف عندي بالروضه انه احنا ما بنطلب شيء من الاهل، فنحن كله بيكون موجود عندنا بالروضه بنستخدمه. ممكن احنا نستعين من اناني فاضيه، نحن نرجع لانه عائله نتفق مع الاهل انه اللي عنده قنينه فاضيه اللي عنده هدول الشغلات، بس هيك اشياء نحن بنجيبها بنستخدمها الطفل. هلا نحن ليش اشتغلنا هدول الاشياء؟ هذا طبعا شغل كله اطفال الروضه عنا، حبينا نبين للاطفال انه في حدا كثير بيكون وضع المادي، بتعرفي الاسعار هلا اللي صارت واسعار الشجر واسعار الزينه اللي صار الغلاء الفاحش فيها، فحبينا نعملها ونبعتها على البيت مشان احنا ما نكلف الماما باشياء كثيره. طبعا هون عندنا غصن، شكرا للمسات اللي طلعوا جابوها من الشجرة. هي كانت على الشجرة. طبعا مسات كادر ماما ريما انا كثير بوجه لهم محبة وبوجه لهم شكر كثير لهم، ما شاء الله عليهم بدون ذكر اسماء كلهم لهم محبتي وبقول لهم كل عام وانتم بألف خير. هدول كلهم شغل الأطفال؟ هدول شغل الأطفال. هلا نحن في فيديوهات تصورت وكيف كانوا عم يشتغلوا الزينة، وأكيد لما بيرجعوا على البيت حيحكوا هذا غصن الشجرة. كانت الفكرة إنه نحن من خفضات اللسان اللي دائما بيخاف منه الطفل لما يروح لعند الطبيب، مثل هدول كمان خافضات لسان. تمام، هي التلجة عملناها مثل نجمة العيد او التلجة، فلاحظي كيف نحن، فنحن ببساطة كثير بالطريقة اللي بده الطفل فيها يزينها، بتزيني شجرتك بالطريقة كثير حلوة. اذا هلا مدام رشا كمان
مشكوره بتزيننا اياها. نعطيها اياها. اشكال مختلفه بعد اذنك. هي كل شجر اغصان عاملينها؟ طبعا هو بدها ذوق. هلا هي بدها القصه ذوق فهرو موجود عند مدام رشا. طبعا هذا شغل الاطفال لحظي صوف وقطن ولباد، يعني شيء ما له مكلف ممكن يكون موجود بالبيت وما له مأذي، يعني كمان هون ننتبه انه هي الاطفال ما هو عم يشتغل فيها ونحن ما نكبد الماما نحن بالبيت البابا مثلا انه نحن في عندنا شغلات تكاليف بايظه، كلها شغله بتدل على فرح العيد على شيء يكون سعيد. نحن الغرضنا نحن نعطي شيء للبهجه. كمان شغل الامهات مشكورين، هي شغل ماما بعتت لنا اياه. لاحظي شو سيدي ايه وقديش مستمتع. انا كثير بطلب من الاهالي وبوجه رساله من خلالكم انه يا ريت نشتغل مع اولادنا. اي برنامج على النت بتطلع لي كيف شغل الزينه وهو من تفاصيلي جدا يعني عادي وموجودة بالبيت. مدخل الطفل لما اجى بتشكر الماما اللي بعتت لنا اياها قد ايه كان سعيد. قال لي ماما ريما انا طول الليل انا وماما عم نشتغل فيها والقطن وانا هي حطيتها وانا هي اكيد مظبطها. يعني هو هون من خلال الزينه عرف انه هذا الشهر مميز، انه عرف انه نحن لما عم ننزل نحن على الشارع عم نشوف الفجأة شهر 12 اكتسى كله بالاحمر بالاخضر بالشجر بالزينه. فنحن هذا المفهوم نعطيه للطفل انه ليش هيك، ليش عطلنا، ليش الدنيا كلها فرحانه، مين هذا الاحمر دقن بيضة شو قصته. فكتير حلو نحن نثقف حالنا ونرجع شوي انه نحكي لهم للاطفال. هي كمان شغل ماما كمان بعثت لنا اياها مشكوره انه ما تخيلي المتعه والسعاده. معلي شو شغله شو بعثت؟ بابا معلي معلي بتيجي على كله على الجاهز. رشا خلينا اكيد وجهلها تحيه. رشا خلينا نحكي شويه يمكن بالخطاب عن تماما عن اهم يعني في نقاط اساسيه بهيكليه اي شكل صناعه يدويه بيكون بده استخدام مقص، بده استخدام مشرط، وفي ادوات صحيح. يمكن بتاذي الطفل. اليوم نحن كيف فينا نساعده بدون عناد؟ يعني بتشوفي معند، لا انا فيني اعملها، لا انا فيني اعملها بطريقه ما، كيف فينا نحن نساعده؟ هي الفرحه انه الطفل يشتغل بايده بهي القصص، يعني هو العيد بالنهايه للاطفال، ففينا نشاركه انه يكون معنا في شغلات كثير بسيطه، ممكن كالخشب انه يقعد مثلا كالشمع مثلا مثل هيك قطعه، يعني كثير كثير بسيطه. هي في عواد قرفه انت هي عواد قرفه انه يحمل الطفل يشكلها هو على الشمع، كثير كثير بسيطه وما بتاذي، ما بدها قص، هي بتجي جاهزه. فينا نحن يمكن نجهز له شغلات للولد، فينا نجهز يعني نقصقصهم بس هو يمكن عليه بس يساعد بتعليق بتلزيق. يعني ما في اكيد، هو حلو انه يشارك معنا الطفل بهيك شغله. هلا بهذا الوقت في وسائل خاصه عم نستخدمها للطفل ما بتاذي. نحن الطفل بيمسك مقص بس هلا الحمد لله انه صار بوقت كثير تطور كثير قوي انه المقصات عم تجي امنه وسليمه خاصه للطفل، فهو عم يستخدم المقص بطريقه امنه. خاصه نحن لما بنبعث حابه اورجيكم هدول الاشياء. كيف صنعنا الثلج، كيف عملنا الشجره وراحت شجره العيد للبيت بالكاسه بلاستيك. شغل الاطفال الروضه هون حطينا الشجره مع الهديه، وهون الغزال، وهون عندنا بابا نويل وطبعا هي بتمثل كرات الثلج. فلاحظوا انه هذا المفهوم. فهي الاشياء الموجوده بالسوق تكلفتها غاليه جدا. احنا صار فينا نصنع ستري ما كثير بتخلى تماما. داهمنا الوقت، بدنا نشكرك كثير رشا، شكرا كثير لك. وما في احلى من انه نعلم الطفل كيف يفرح ونوزع الفرح على كل الاطفال. شكرا لكم. من خلالكم بدي وجه تحيه لكل قلوب كل عام وانتم بالف خير ولارواح شهدائنا. ان شاء الله سوريا بخير بوجودكم. شكرا كثير لكم لوجودكم معنا.